موت. يمكن اذا ما اتقدم راح يظلون يجون، يمكن هذا الشيء. هذا ابو الليزر اعتقد قناص. هلا يا النينجا، هلا يا النينجا. الو لك هذا شلابي. يا اي ام ذا بيست. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. اليوم عندنا الحلقة الثانية عن لعبة شادو جان ليجند، الحلقة الاسطورية او اللعبة الاسطورية العفو، اللعبة ذات الجرافيك يعني اللعبة صدق روعة، الجرافيك الالوان. التجربة الاولى كانت ناجحة، اليوم راح نلعبها من المهمات. هسه نجرب. طبعا هواي اونلاين داخلين حاليا الان ليفل 2، فنختار المهمة الاولى. نختار مشي. طبعا من هذا اقدر العب وياه، يمكن مهمة لو اقدر. ها الاسم هذا محمد، مدري محمود. هذا اقدر اقول له بلاي، نقدر نلعب تشالنج رانك. اوكي نقدر نلعب وياه. لا راح نقدر نلعب يعني، حلو. اذا اوقف يوم واحد اقدر اسوي تحدي وياه. والله خلا اجرب، خلا اشوف هذا. اي اقدر اقول له نلعب، نقدر نسي مثلا سي هاي. نايس، حلو. تقدر تحكي ويا الاشخاص، تلعب وياهم، تسوي له تحدي او اضافات. حلو، خلنا ناخذ المهمه. احنا مشين فنختار. ها مو هنا، العفو. طبعا هنا كانت مهمه بسيطه لعبتها وطاني ليفل 2. هنا المهمات هي بالخارطه، هنا الماب مرسوم خارطه صغيره، تدوس عليها راح يطلع لك ذني الكواكب اللي هي لازم تقعد تلعبها الخرائط. فنختار الماب الاول ونقول له لانش، انطلق. فنقول له تاب، يلا. فباعوا الجرافيك مال اللعبه، ترى الوان رهيبه، واو بالابداع. طبعا اكو بالضبط بالاعدادات، نقول له الجرافيك اوف كنترول، فاير كنترول نقول له اون، نقول له اون، كانت اوف نقول له اون. نقدر نتحكم بالايقونات مره مي، حلو. المهم من نسويها نقول له باك. ليه؟ فصار عندنا الايقونه مال طلقات ومال سحب اللي هي اعاده تعبئه الذخيره، والنيشان مجرد ضغطتين راح نيش نسوي زوم. فالجرافيك مال اللعبة ترى فد شي. اوكي خلنا ندخل لهاي البوابة ونروح نقاتل. ظل دايسة شوية راح يفتح الباب، روح. اوكي يقول لك اكو زومبي هنا، نضغط على النيشان. طب 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 طب. طبعا شالين عواديين الاعداء هنا بالبداية. اوه لو لك 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 الضربة بطيئة. ارمي ارمي ارمي، يلا يلا يلا. طيب اكو واحد فوق، اي هذا جه. سوي له زوم. اوكي طبعا هنا طلقات تقدر تاخذهن. جانا واحد. هذا طبعا هذا ينفجر. مرات الرمي يشكل يشكل، هسه هنا باعوه يشكل الا تدوس الطلقه يلا يلغي. بحوض شات ليزر. موت. ما هذه ال هذا دا اقول شنو هذا تدير معي علي. شكل الرمي، الرمي يشكل مرات الا تدوس، لان هي اللعبه بيتها بها بها اخطاء هم يعني شويه، شغلات كلش بسيطه ما بها اخطاء قويه. اوكي جوي. اوكي هذا شايل عوده. يلا موت يا حلو موت. هذا مين؟ طبعا هناك برمي خل نفجره. روح اتأثر له ولا قتل. ارمي منه حبيبي. اوكي ناخذ الطلقات، ناخذ الغراض. طبعا اللعبة حلوة، فقط اللي يسجل عليها راح يقدر يلعب اللعبة، يعني ماكو رابط للأسف. طبعا هنا شنو؟ اوكي يمكن خلاص.
اي وصلنا هنا، يلا كان مرمي. طبعا عندي مسدس سمين قناص، القناص رهيب باللعبة. شنو شفتني باربع منورة؟ لا نيشن، زوم. القناص رهيب باللعبة، يعطيك شغلات عبالك حقيقية، يعني بنتباوع تحس انه المنظور حقيقي. عبالك لعبة مال دوم، دوم مال حاسب، دوم 3. يبو يبو من هالدوم 3 من تلعبها. باع باعو لك درمي. لا مرمي حمود، حول باع المسدس. المسدس رهيب بالبداية، لان هي اللعبة بالبداية بعدهم الاعداء مو قويين. رجع الرشاشة، يلا لك درمي. جو 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 تا 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 تا. صاروا هواي. حلو تشبه لعبة دستني همين، يعني هي عبارة عن زوم ودست. زوم شنو؟ عبارة عن دوم. زوم طبعا، زوم هاي سحقة. زوم زاد دستني، زوم ودستني. وهنا صندوق، اطلع يا حلو اطلع. لا خطر هذا، لك اطلع. خلينا هي والله الجرافيك مالتها معدل، تحس لعبه مال بلاي 4 حاسبه اكس بوكس 1. وين راحوا ذولا؟ هذه بكلمات بالبرميل ما ادري انسحبوا. يا بجتني ضربة قوية، النبضال يفجرون. لك حمود ارجع شوية، انسحاب. فليت ما مات، ما مات بعده. يمكن مات، خلينا نشوف دور. شنو هذا؟ موت موت. يمكن اذا ما اتقدم راح يظلون يجون، يمكن هذا الشيء. هذا ابو اليسار اعتقد قناص. هلا يا النينجا، هلا يا النينجا. الو لك هذا ايش لابس؟ ايش حاط بيده؟ برمي شويه شويه بيخطا. قتلنا القناص، ما ادري مين هذا ابو اليسار. لازم تقرب لهم. لا 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 لك لا، اعطونا الروح، اعطونا الروح. اوكي رجعنا من جديد. هاك يا حلو، انا وقت القناص العنيف. روح الله. لا غير، موت 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 بسرعة، روح بسرعة بسرعة. الرشاشة خلصت بس لا ما بيه، لا القناص ما بي. هلو هاي شنو هاي القمزة صارت هنا؟ هذا الشي يخليك تقمز، خليك تقمز منه ومنه. طبعا هنا شكو، ها لازم اروح هناك. طبعا هنا هذا حلو تدوس عليه. كرش كرش ايش امرك؟ شغلات فضائية، شغلات فضائية مستقبل وهاي السوالف. شوف شكو هنا، يلا ضل دايس اضغط روح. اوكي خلينا نشوف هنا شنو. شكلها راح تعلق مرة ثانية هنا. هنا البوابة كنا عاطلة، لو تشتغل لا تشتغل ان شاء الله. روح روح ماشي، حاجز منه. ما هذا نقدر نفوت منه يعني؟ لا والله مسدود مسدود. زين هنا شنو؟ destroy the force. اوكي يقول لك دمر المصدر القوة. يمكن هذا هذا لو هذا لازم ادمره. هذا هذا انه هنا
يلا حبيب دمر. اوكي طبعا ما يعرف انجليزي راح يدوخ. وحشي ما ادري من وين جانا هذا بعد ما فاتح الباب وطلع لي. اوكي خلنا نشوف هنا شنو. ماك شي يطلع منه. روح على الباب، البوابة الثانية يمكن انفتحت. لو بعد 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 هاي تهوي منه. يلا اوه اوكي حلو، حركات اللعبة حلوة شكو هنا. يا ساتر يا رب، كلها مواد كيميائية. لك هاي خذن والله، جيبها جيبها. لازم اجمع اكثر من 9 بطالة. بعد واحد روح. اوكي جانا واحد، طبعا طلقات ما عندي. فلست فلست. يلا حبيبي افتح لنا البوابة. وينهم؟ ما لازم اطلع. هلا لك جانا المدرع. هذا شن حينقتلون؟ اوكي المدرع يمكن ما يهاجمنا. يا ما يهاجم، ده يهاجم ده يهاجم. جسوم 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 عريض هذا. جسومي جسومي العيال يبون جسومي. ماشي طبعا وصلنا النهاية يمكن. يلا خلنا نفلت عاد المهمة. شو صارت كارثة مو مهمة. يلا وينهم جماعتنا؟ يا هلا يلا جيناكم. بعد شنها ذبانة، شنها ملكة الحشرات. واخيرا المهمة خلصت. روح سد البوابة. حلو نقولكم باي باي، الى اللقاء. باي باي. حلو ميشن سكسسفول جود. اوكي طانا صندوق ما ادري شنو بيه. جيد خلصنا هاي المهمة. طبعا لازم يعطينا هسه حركات مال رقص، هاي ما اعرف شلون اسويها. طبعا هنا تقدر تلعب تحدي اللي مثلا تقول له بلاي تشالنج رانك تو لو. ما اعرف شنو، خلنا نشوف. ما اقدر اسوي تحدي. اوكي حاليا التحدي ما عندي. شو رسوت؟ ما اقدر اسوي تحدي. يقول لي المستوى مالته قليل حاليا، ما مشتغل عندي. لازم يجوز اكثر، يجوز لازم 5 ل 10. احتمال ليفل 5 و10 يلا يفتح عندي التحدي. بعد شنو اكو سمايل هاي. اوكي هذني الصفقات السوية بس. ايمونت اسمه شنو هاي. الحركات هاي سويها بس من موجود واحد قريب يمك. يي يي اي ام ذا بيست. يي يي فوق الشباب. بعدين اشوف بقية طور الاونلاين المالتي بلاير. فمعلومات اللعبة راح تلقوها بالوصف. رابط تحميل لا يوجد حاليا لان هي حاليا في البيتا. شنو هنا فوق الشباب. الى هنا نهاية الحلقة. نشوفكم في حلقة جاي في لعبة شادوغان ليجند الاسطورية على جهاز الاندرويد والاي او اس. كان معكم علي العراقي والسلام عليكم.